بزاف نظن راح يتغير اسلوبه كيما بعد ملاعبين كيما بعد فرق الفريق كلب راني منهزم راني منهزم 1-0 وعندي لاعب ناقص ما نلعب ب10 ضروري ما حتى الجانب التكتيكي لازم نعرف نلعب ب10 ضد فريق 11 باش ما نديرش نفس الغلطه ونولي على مع 9 حنا ولينا مع 9 حتى مع 8 هذه تبين للفريق مازال صغير بكل جانب والحمد لله اليوم اليوم احسن معدل العمر 24 سنه سابقا شوف هذا شيء جميل على هذيك مازال الفريق وهذه نظن حتى الا كانت نيتو ما كانتش هذه نيتو ما كانتش هذه الظروف الحال ودخلوا دخلنا تاني ممكن لاعبين دخلوا في هذه في الاحساس تاعهم في ممكن في خرجتهم المباراه انا نظن اللاعبين ما دخلوش في المباراه وما تركزوش في الكره ما دخلوش باش يلعبوا كره ممكن كانت البال تاعهم كان مشتغل بامور اخرى ما نجهلوهاش لان بيننا وبين مصر كما يقول لك كاين اشياء كثيره اللعب لما مع كوت ديفوار تركز كان احترام من طرفين وتركز على اللعب دخل باش يلعب كره شفنا الكره اليوم ممكن في المباراه تخلينا عند الخصوصيه تاع هذه المباراه من المنتخب هي الخصوصيه طبعا يقول مع مصر فزنا عليهم حكايه هذا تدخلات سياسيا وثقافيا والى اخره هذه كلها اثرت على اللعاب وهذه يعني وهذه الاقصاء ولا هذه الهزيمه يعني لا يقلل في شيء من حقيتنا واستحقاقنا التاهل للمونديال احنا كانوا فهم اللي كانوا يروحوا هذه مفروغ منها خلاص كما قال لك اونيتي بلو فور عليهم بلو فور عليهم لا هذه بينا في الميدان يعني كما الانسان بينا في الميدان احنا احسن على مصر نعم بينهم في المباراه اللي كانت معموله لنهايه كاس العالم لعبنا ثلاث مباريات فزنا في 2 واحنا مع اذا كان بعض من الاحيان كانوا يشكوا في القدره تاع الفريق بينا في الدورة هذه ضد فريق مالي ما نساش المستوى ضد فريق لانغولا وضد فريق كوت ديفوار فرق قوية بالعناصر تاعهم تلعب في نوادي أحسن النوادي في أوروبا وفزنا على الفرقة هذه بالأداء الجزائرية ما فيش بالإعانة ولا فيه بالأداء والفنية الجزائرية هذا شيء لما نرجعنا اليوم ما لعبناش ما كناش نلعب ماشي اللعب تاعنا نحبوا ننكروا ما لعبناش لعب ما عرفناش فريقنا ما عرفناش نكونوا صراحة ونكونوا صراحة مع نفسنا ما شفناش الفريق تاعنا الله غالب يصير في أي مشوار وين فريق ما يكونش في نهارو اليوم يعني للأسف ما كناش في نهارو نحن دائما وراء المنتخب والمجموعة ونستريح